بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نشكر قناة صوت سطيف لكل مرة تعطينا فرصة من أجل تقديم توضيحات أو انشغالات، خاصة فيما يخص التي تخص يوميات المواطن. مؤخرا تم استضافتكم من طرف الإخوة مواطنين تاع قرية واد قسيم تورايس وقنفود ولي خلنافي من أجل طرح بعض الانشغالات اللي هما في أمس الحاجة إليها. نحن كمسؤولين عن المواطنين هذو كمجلس بلدي من حقنا، احنا كواجب علينا، واجب علينا نقدموا التوضيحات، واجب علينا نتحاوروا مع خاوتنا، واجب علينا لازم نسمعوا لهم. أنا نقول انشغالات تاعهم كانت ما نقولش مقبولة، ولكن انشغالات ضرورية. اليوم هذه القرية هذه نقولوا القرى المتشتتة، ولاد منصور ودي سعودي وبازة خنافي هذو، صح هي كاينة معاناة، كاينة معاناة، ولكن الظروف هي اللي خلت الأمر هذا يطول. احنا لما جينا البلدية هنا الجهة هذه ما عندها حتى دراسة تقنية فيما يخص الانشغالات تاعها. قمنا بادرنا احنا كباقي القرى، بدينا في إنجاز بطاقات تقنية وفق الانشغالات المواطنين. القرية هذه خصها الماء، أولويتها هي الماء، بدينا لهم احنا في ليفيش تكنيك تاع الماء. صح طولت الحالة عليهم لأنه لي زيتي تاعهم طولوا، ولي تي تاعهم ما دارتش هكذا فيش تكنيك، ندار دراسة. احنا علنا على دراسة تكل فيها مكتب دراسات كباقي الدراسات اللي موجودة على مستوى بلدية توريسيا، وجدت الدراسة لونسينا لوبيراسيون تاع الماء، ما استنيناش. وكثر خير الدولة على رأسها السيد الوالي ورئيس دائرة، أول مطلب كان فيما يخص قسيمت كان مقبول، هو مطلب تاعنا تاع الماء. مشينا في الماء، عيننا المقاولة، بدأت المقاولة في الإنجاز. ممكن الإخوة المواطنين كانت عندهم نظن بالكش احنا ما كناش في تواصل يعني مليح معاهم، بانت لهم باللي احنا جبنا مشروع نقص، نمشيو قد الميزانيه اللي عندنا. درنا احنا الفيش تكنيك الاولى، مشينا بالريزو هذا القناه الرئيسيه تلحق حتى للمدرسه، اللي روح لي رايس وجهه تروح جهه لي قنفود، هذه القناه الرئيسيه. لما احنا بدينا في انجاز القناه الرئيسيه كانت عندنا نيه حسنه، قلنا هذ المواطنين تاعنا نزربو نديرو لي فونتين، فونتين بيبليك هذو ماهمش دائمين، انتظار توسيع الشبكه. والشبكه هذه وقتها انا ما نقدرش نروح نخدم القناه اللي توصل للدار، والقناه الرئيسيه مازلت ما جبتهاش. بدينا في القناه الرئيسيه، بدا المشروع حوالي 40%، مشى مليح 40%. لو كان كيما نقولوا خلص هذا المشروع هذا نقدروا نستلموا المشروع الثاني نبداو فيه، وتكون كل المنازل تاعهم، كل المنازل تاعهم موصوله بالمياه. انا والحمد لله المقاول معين اللي حب تاع المشروع الثانيه، مقاول او معين هنا، لكن ما نقدروش احنا اليوم قناه رئيسيه مازلنا ما بديناهاش، وروحنا خدموا الثانويه. ونوعدهم المنبر تاعكم هذا كل دار يلحقها المال، الدار مش البرا، راحت المعاناه هذيك تاع بكري، بصح شويه صبر. سواء لي قنفود ولا لي بونعاس ولا لي رايس ولا لي سعودي ولا بازا ولا دهار ولا قنافي ولا لي جساس وزيار، نتمنى منهم يتفاهمونا، يخليوا المقاولة تكمل، وإن شاء الله نكونوا عند حسن نيتهم. فيما يخص الغاز، الغاز لما ترأسنا ثاني البلدية مشينا لهم كباقي المجمعات السكنية، واتصلنا بصنع الغاز ودينا لهم اللوفي، كنا موجودين اللوفي، كثر خير محسنين ثاني خدموا لنا وديناه. صنع الغاز نهار الأول طلبت منا بأن نحلوا طريق وين تمشي لالين هذه. كان اعتراضات من بعض الاخوه اللي قنفود، قال لك ما تعقبوش المسلك ما تديروش في الارض تاعنا، هو من حقهم، هذه ملكيه خاصه، انا ما نقدرش ندخل. لي رايس كثر خيرهم خلونا حلينا المسلك، لي قنفود قال لك احنا تمشيو لنا على الطريق القديمه، صافي لازم البلديه تخدم جسر باه الصونا غاز تكمل لي تي تاعها. انا تمنيت كون لي قنفود خلونا كملنا الطريق، كون صوناغاز كملت الدوفي تاعها وتقدمنا للسيد الوالي ونطلبوا المبلغ. احنا المشكل تاعنا صوناغاز لا راهي متوقفه، لانه الاشغال دوك احنا باه تطلب مني صوناغاز ندير لها جسر، تولي رايس هذوك لازم بون ثم. ما البلديه ما عندهاش، كل واحد يدير لك بون ثم.
نكذبوش على بعضنا، ما نوعدش الناس بالاوهام. المواطنين كون سهلوا لنا ديكم فوت حلينا الطريق كون غاز، انا نقول لك رانا على الاقل الشطر الاول بدينا فيه. اليوم انا نستناو ان شاء الله بالكش يهديهم ربي ان شاء الله يخليونا نحلوا المسلك هذا، وثاني صون الغاز ما هي سهله، دوفي يديروا لنا دوفي نعرفوا كيفين، نروحوا لمديريه الطاقه، نروحوا للسيد الوالي، نروحوا نبكيو له ونجيبوا لهم الغاز. الغاز موش حاجه دي صعيبه، لانه نقول لهم لا موش حاجه دي صعيبه، لانه بقى لي الا هذه القريه ما فيهاش الغاز. كرئيس بلديه ولد المنطقه هذيك راني في اتصال يوميا معاهم، الا مشات هكذا مشات، ما مشاتش ثاني ما نتخلاش وندير حجه على اساس انه ما نديرها لا مش حجه، ندير ولازم نخدم القنطره ونروح ندير نمشي الطريق، لانه لازم نجيب لهم الغاز. قالت لي النقطه هذه بارده بزاف، ثم المنطقه هذه بارده بزاف، انا عشت فيها وتربيت فيها ونعرفها بارده بزاف وقعدت محرومه هي الاخرى. اذا انا نقول لهم الغاز قضيه صونا الغاز كمل الدوفي تاعها، وان شاء الله نسعى ونجري كيفاه نكمل هذه المنطقه هذه. الطريق هاي لافيش تكنيك تاعها ملي جينا وحنا نديرو في لي فيش تكنيك، بطاقات تقنيه وكلهم هنا. انا ما عنديش حاجه ندركها، كلش راهو هنا، اعطوني سوار تبارك نخدم. مشكلة راهو قضيه فلوس. ها ملي فيش تكنيك وكل دراسات وكل كاينين، تاع طريق تاع ما تاع وكلهم هنا عندي يا اخي. ها ها ممضيين من طرفنا ها. ولكن الله غالب، الطريق حوالي 3 كيلومتر حتى من ملي سعودي حتى البونعاس، التكلفة تاعها تجي حوالي 3 ملاير و900. حنا قلنا نتريثوا على الأقل يعقب الغاز والماء ونباشروا بينا خدموا الطريق، لكن البلدية مش متخلفة متخلية عليهم. راكم شتوا بالك زرتوا المنطقة، أنا بدينا نفرشوا فيها. بالمحسنين كاين محسن هذا اللي عطانا اللي هو اسمه، أنا نحيو على الأقل نحيو عليهم شوية ونكملها حتى الموسى رايس بربي إن شاء الله نكملها حتى تولي بونعاس، ما نخليهمش. هذه دوك هذه يامات ان شاء الله نباشروها ونكملوها، ما نخليهمش كما قلت يعانيو بزاف في انتظار الطريق ما تقدرش تخدمها والغاز مازال ما جاش والماء مازال ما. اذا الطريق نهار اللي يعقبوا لي ريزو هذو نقدروا نهدروا على الطريق، ولكن البلديه لازم تلتزم وتكمل كما نقولها، تنحي على الاقل المعاناه هذيك تاع احنا نكملوا ان شاء الله ونفرشوها. لما ذا وعد مني نكملها ان شاء الله حتى لاخر دار. المدرسه سكرت في وقت وين الناس هجروا اولادهم بسبب اك تعرف الناس هي جيك مكريه لهم في بلديه توريسيا على جال على جال اولادهم. وهذه تعرف ان الامور البيداغوجيه هذه ماهيش من اختصاصي، لانه مديريه التربيه قال لك انا المدرسه فرغانه ما نقدرش نسخر طاقم على جال 5 اولاد. الناس هربوا اولادهم جابوهم من المدينه وهجروا هما مع اولادهم ولا هما يروحوا يخدموا ثم مخلين كيما نقولها ما صاب هنا ما صاب لهيه. لكن انا على بالي لما تكون كاين غاز وماء والطريق وهذاك الناس كل ترجع المدرسه ساعة تولي تحل روحها وحدها، المدرسه وحدها تحل. شوف هو مناطق الظل هذه، هو مناطق الظل هذه عندها معيار باه تكون منطقه الظل، لازم كاينه معايير تهز عليها مناطق الظل هذه. نقول لك الكهرباء كاينه ثم، نقول لك النقل المدرسي يلحق حتى للدار ثم. المشكل تاع غاز بقى عندهم، المشكل تاع غاز ومشكل تاع ماء، مشكلة عمى. كانت البلديه لما جاوا يصنفوا المناطق هذو كانت البلديه تكفلت بالماء من البي سي دي صافي، كان يسمى المشكل هذا مطروح بلا منطقه الظل. دوك اذا انا هذا مش معيار تاع صنفني برك وخلاص، ما نصنفكش، انا لازم نخدمك، انا لازم نجيب لك الماء، لازم نجيب لك الغاز، لازم مدرسه تحل، لازم الناس تولي تستقر ثم. هذا هو الهدف تاعي، هذا هو الهدف تاعي، وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم. شوية صبر العام هذا، في العام هذا 2021 يحسوا على الأقل باللي ماناش متخلين عليهم. قول السكان هذو نقول لهم كيما درتوا فينا الثقة ودايرين فينا الثقة، أنا إن شاء الله كولد المنطقة وكرئيس مجلس شعبي بلدي تديوا الحصة تاعكم كيما يديوها باقي القرى. وكيما قلت احنا المجهودات تاعنا وكل نسخروها لهذ المعاناة تاع المواطنين تاع القرى.